في ذكرى الشهداء تم افتتاح حديقة خاصة في البوار باسم المقدم الشهيد صبحي العقوري برعاية قائد الجيش ممثلا بقائد فوج المغاوير في الجيش اللبناني العميد ركن شامل ركوز. الحديقة التي تبلغ مساحتها 2500 متر مربع افتتحت بالتعاون بين بلدية البوار ومؤسسة صبحي العقوري. العميد ركوز تابع والحضور وثائقيا لخص مسيرة الشهيد العقوري متأثرين بكل ما تم عرضه. أنا بالنسبة للشهيد رجال، رجال غير كل الرجال، بقى حديقة وأكثر من حديقة وكل أمور صغيرة قدام صبح العقوري وشهادة صبح العقوري. الحديقة المفتتحة ذكرى حلوة في قلب أرملة الشهيد، إذ إنها شهدت على حياتها وزوجها معا لسنوات. لا تخافي سالم غفية مش بردان، نايم عالتلي بتضل تصلي وناطر زهر اللوز بنساء بقلبه الإيمان ومغطى بعالم لبنان. غطي الشمس بفيش بينك بحق لك وطنك دينك، لو هالدنيا سألت مينك كتافك، شو حلو البسم من شفافك لما بطل ما درستك حب وما بادي، ولما بطل الأعادي سيفك بتسل وهم العوايد، سهامي ونخوي يا قلبي.
smile. I believe in turning negatives to positives in life. I believe in saying what you mean and meaning what you say. I believe a better attitude can make a better way. And I believe in viewing life as a journey that we're on, and looking at our troubles as another stepping stone.